التاسعة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لموريتانيا. وخلال منشور له على مواقع التواصل الاجتماعي، أعرب الرئيس السيسي عن تطلعه إلى تعزيز التعاون بين مصر وموريتانيا في جميع المجالات لتحقيق التنمية والازدهار للشعبين الشقيقين، داعين الله أن يوفق رئيس موريتانيا لخدمة بلاده ومحيطه العربي والإفريقي في ضوء رئاسة بلاده للاتحاد الإفريقي بدورته الحالية. قرر مجلس أمناء الحوار الوطني عقد اجتماع السبت المقبل عقب إعلان تشكيل الحكومة الجديدة وأدائها اليمين الدستوري أمام رئيس الجمهورية. وأوضح المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان أن هدف الاجتماع التنسيق مع الحكومة الجديدة فيما تم تنفيذه من توصيات. وأضاف رشوان أن من توصيات مجلس الأمناء مطالباته العاجلة للحكومة الجديدة بتنفيذ مشروعات قوانين انتخابات مجلسي نواب وشيوخ، وكذلك مشروع قانون المجالس الشعبية المحلية. استشهد عدد من الفلسطينيين وأصيب آخرون في قصف نفذته طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي على عدة مواقع في قطاع غزة، تركز على مدينة خان يونس جنوبا وحي شجاعية ومخيم نصيرات وسط القطاع. وقالت مصادر طبية محلية إن قوات الاحتلال أجبرت آلاف المواطنين والجرحى والمرضى على الخروج من مستشفى غزة الأوروبي شرق المدينة تحت وابل كثيف من القصف المدفعي والتهديد باستهدافهم. كما شنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات على بلدة عبسان الكبيرة شرق خان يونس، بينما جددت مدفعية الاحتلال قصفها على حي شجاعية شرق مدينة غزة وشمال مخيم نصيرات وسط القطاع. يعقد مجلس الأمن الدولي اليوم جلسة إحاطة بشأن القضية الفلسطينية تخصص لمساءلة إعمار قطاع غزة، ومن المقرر أن يستمع الأعضاء إلى إحاطة تقدمها كبيرة منسق الشؤون الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة سيغريد كاخ. أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل أحد جنوده وإصابة آخر بجروح خطيرة جراء انفجار قنبلة على جانب الطريق في مخيم نور شمس في طول كرم شمال غرب الضفة الغربية المحتلة. وأوضح جيش الاحتلال أن الجنديين كانا في عربة مخصصة لنقل الجنود الإسرائيليين عندما انفجرت قنبلة على جانب الطريق، وكانت العربة تنتظر في منطقة في مخيم نور شمس. أكد رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك أن نتائج الجولة الأولى من انتخابات التشريعية الفرنسية المبكرة تعكس اتجاها خطيرا لفرنسا وأوروبا بسبب تصاعد اليمين المتطرف في أوروبا. كما حذر توسك من تقارير بشأن نفوذ روسيا واستخباراتها في العديد من الأحزاب اليمينية المتطرفة في أوروبا. حذر الرئيس الأمريكي جو بايدن من أن قرار المحكمة العليا منح الرئيس السابق دونالد ترامب حصانة جنائية عن أفعال تورط فيها بصفته رئيسا يشكل سابقة خطيرة. وقال بايدن في خطاب تلفزيوني أن هذا القرار يخلق مبدأ جديد وهو سابقة خطيرة، لأن سلطات الرئيس لن تكون مقيدة بالقانون بعد الآن. أعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو استئناف الحوار بين بلاده والولايات المتحدة الأربعة. وفي منتصف إبريل الماضي أعلنت الولايات المتحدة إعادة فرض عقوبات على قطعي النفط والغاز الفنزويليين، متهمة حكومة مادورو بمواصلة سياسة قمع المعارضة قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في 28 من يوليو. وكانت الولايات المتحدة قد علقت بعض العقوبات المفروضة على كاراكاس بعد موافقة حكومة مادورو والمعارضة في أكتوبر على إجراء انتخابات حرة ونزيهة عام 2024 بحضور مراقبين دوليين.
أعلن المركز الوطني الأمريكي للأعاصير أن قوة الإعصار بيرل الذي يضرب شرق منطقة الكاريبي بلغت أعلى فئة على مقياس الأعاصير المؤلف من 5 فئات. وأضاف المركز أن الإعصار الذي بلغت سرعته 260 كيلو مترا في الساعة سيسبب رياحا تهدد الحياة وارتفاعا كبيرا لأمواج البحر في جامايكا. ختام موجز التاسعة، فاصل ونعود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر.